والله بس هقول اللي بيحصل جوه النادي الاهلي، اتعب اجتهد هتكسب، اتعب اجتهد ربنا هيوفقك، حاول تعمل كده هتلاقي نفسك وصلت. انا مش بكلم، انا بكلم كل اللي بيتكلم على النادي الاهلي بهذا الشكل وبهذه الطريقه. ف موضوع مهم وموضوع لسه مثار، يعني الماتش خلصان بقاله يومين، وماتشات تانية اتلعبت امبارح، وماتشات تانية اتلعبت النهارده، والناس ما عندهاش كلمه غير الجول التاني بتاع ماتش الاهلي. ناس معينه طبعا حضراتكم عارفينهم كويس.